الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتتح العرض البحري العسكري الأضخم في روسيا، يستعرض خط السفن الحربية وأحدث الزوارق والغواصات، ولا يغيب عن المشهد الاستعراض العسكري بحضور 3000 عنصر من البحرية الروسية. عام مضى على إعلان بوتين العقيدة البحرية الجديدة لبلاده وطموحه لبناء قوة بحرية عظيمة تمتد إلى العالم بأسره، وهذه الصور ترسل بين طياتها مواقف ورسائل تحد جديدة عبر عنها الرئيس الروسي بإعلانه جاهزية قواته لحماية الوطن. على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال حارساً لا يقهر لحدود الوطن وفخره ومجده. اليوم تنفذ روسيا بثقة مهام سياسية بحرية واسعة النطاق، وتوسع باستمرار قوة أسطولها، وخلال هذا العام وحده انضمت 30 سفينة من فئات مختلفة إلى الأسطول. إعلان الرئيس الروسي والعروض العسكرية يأتيان وسط تصاعد المواجهة بين موسكو وكييف إلى أعلى مستوياتها وأخطرها، ولا سيما أنه سبقهما هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو استهدف عددا من المنشآت، إضافة إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية صد أكثر من هجوم أوكراني بمسيرات في عدد من المناطق وتدمير سفن روسية لزوارق مسيرة. هي صفحة جديدة تفتح في فصول هذه المواجهة عنوانها حرب المسيرات، أمر تؤكده صحيفة واشنطن بوست التي عنونت: أوكرانيا تشهد ثورة حرب طائرات من دون طيار بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها تقنية تسمح بإبقاء المسيرة منغلقة على هدفها حتى لو فقدت الاتصال بالمشغل البشري بسبب التشويش، وأن كييف تنشط في تصنيعها محلياً. المواجهة الروسية الأوكرانية تدخل مساراً جديداً بتقنيات ووسائل حديثة يستعرضها الرئيس الروسي في عرض عسكري بحري في مواجهة المسيرات التي تستعرضها أوكرانيا، ولا سيما في هجومها الأخير على جسر القرم. ساحة معركة حديثة تتسابق فيها الدولتان في التسلح التكنولوجي العسكري من دون أي حدود، وتسعى كل منهما إلى قلب موازين المواجهة لمصلحتها.